هذه الاشكال النضاليه اللي شفتوا دابا هي كتجي في السياق ديال المستجدات الوطنيه اللي كاينه حول يعني المباراه ديال التوظيف بالتعاقد، واللي يعني فرضات الوزاره هذا العام زادت فرضات يعني شروط اقصائيه في حق ابناء الشعب للولوج يعني الوظيفه العموميه. حنا ما نقوله في الصدد هو ان الحق ديال ابناء الشعب المغربي في الولوج للوظيفه العموميه ما خصوش يتمس، والتعاقد حنا كنرفضوه بشكل جذري. اما يعني هاد المستجدات هذه بحول يعني بخصوص السن وبخصوص الموسم في الاجازه وكذا وكذا، هي فقط يعني محاوله لتحوير النقاش باش انهم يبقاش في الوظيفه العموميه، واللي حنا نناضلوا من اجل الولوج للتعاقد. حنا كنقولوا بلي كنرفضوا التعاقد جمله وتفصيلا، وكم تشبتين بحق ابناء الشعب المغربي في الولوج للوظيفه العموميه، جميع ابناء الشعب المغربي اللي يعني حاملي الشواهد نتاع الاجازه او المسطره يعني الشواهد العليا. كذلك هذه الاحتجاجات كتجي في السياق ديال المعركه اللي كيخوضها الاتحاد الوطني لمطالبة المغرب، يعني من اجل المطالب مجموعه من المطالب الماديه اللي كنعتبروا احنا مكتسبات ماديه، يعني بعلاقه بالسكن بالتغذيه بالنقل. والمعركه يعني تاع الاتحاد الوطني بخصوص هذه المطالب الماديه هي في البدايه نتاعها اكيد غادي تستمر، غادي تكون غدا مقاطعه يعني شامله للدروس من داخل المركب الجامعي كامل، وغادي تكون خطوات نوعيه يعني ما نحرقوهاش دابا، نخليوها يعني الغدا، وغادي تستمر المعركه الى حين يعني طرح نقاش جاد ومسؤول يعني مع الاتحاد الوطني طلبة المغرب على ارضيه هذه المطالب وعلى ارضيه مصلحه الحركه الطلابيه. حنا كطلبه في جامعه بنوطيف ديجا عارفين من الناس من الراي العام سواء من داخل الموقع سواء خارج الموقع، انا طلبه جامعه بنوطيف داخلين في معركه، المعركه اللي جات من بعد المعركه ديال المشاكل البيداغوجيه جاتنا، دخلنا في معركه ديال المشاكل الماديه. راس المشاكل ديالنا مشكل ديال النقل الجامعي، الطلبه حاليا كيتنقلوا بالثمنه اللي هي غاليه على الجيوب ديالهم، ثمن ديال 5 دراهم يعني من حي الجامعي للجامعه هو ثمن لا يليق بالبث المطلق بالجيوب ديال الطلبه، بالاضافه يعني لمجموعه من الممارسات اللي كدار يعني في ذاك البلاصه اللي كيتمركزوا فيها دوك الليمينيبيس. بالاضافه عندنا مشكل اخر هو المشكل ديال المطعم الجامعي اللي حنا متواجدين امام ديال الباب ديالو. هذا المطعم الجامعي اللي هو كيتعتبر مكتسب من مكتسبات ديال الحركه الطلابيه بموقع قنيطره، الحدود الساعه يعني شهر 11 هذا، والاداره يعني بدات كتلوح لينا بعض التواريخ ديال الامتحانات، ومازال حدود الساعه ما كاين حتى شي اخبار عليه. يلاه بدا يعني العمليه ديال التسجيل وغدا بواحد واحد واحد الوتيره اللي هي بطيئه جدا، يعني اللي ما غاديش نستافدوا منه حتى يدوز مثلا واحد شهر اخر ولا اكثر. يعني كيحاولوا يجعلوا هذا التعليم هذا نخبوي. فاليوم يعني جاء القرار ديال يعني مجموعه من الشروط اللي على راسها السن 30 سنه، اللي حنا كنشوفوه قرار مجحف في حق ديال ابناء الشعب هذا. بالاضافه للمشكل ديال الانتقاء ولا الشرط ديال الانتقاء، فإلا كانت هذا العام هذا المدرسه العليا للتربيه والتكوين كتخرج لنا واحد العدد يعني ديال الطلبه اللي كيستدعي انهم يزيدوا يعني يزيدوا من الطلبه ديال عندهم الاجازات الاساسيه، فمستقبلا هذه المدارس علاش تخرج لنا واحد العدد ديال الطلبه اللي كافي. فبالتالي هنايا الطلبه اللي واخدين اجازات اساسيه من داخل الجامعات المغربيه فما بقى عندها حتى شي دور. يعني حنا كنشوفوا ان هذه القرارات هذه ما مفصولاش على هاد الطلبه هادو اللي خارجين كينضلوا، لان المصير ديال دوك ولاد الشعب ديال دوك المعطلين اللي كاينين في الشارع هو مصيرنا حتى حنايا. فبالتالي هاد الشروط هذه سواء الميزه، لكن كنقولوا ان الميزه مثلا الا كانت الميزه المقبول غير ما بقاتش مقبوله، فاحنا نقولوا لهم مثلا رفعوا مثلا يعني الحد الادنى مثلا 12 ولا 13، وحنا متاكدين انهم يرفعوا الحد الادنى 12 ولا 13 عاد باش ممكن تدوز من البكالوريا ولا تدوز من الاجازه غاديش يبقاو يقبلوا داك 12 ولا 13، لانه هنا الجوهر ديال هذا المشكل هذا اولا يعني الطبيعه ديال هذا المشكل هو اجهاز على الوظيفه العموميه بين الاف الاقواس، ولا على القطاع الوحيد اللي بقى لابناء الشعب المغربي لانه يوجه ليه اللي هو القطاع ديال التعليم. فهمتي؟ فهنايا يعني المشكل ما عندهمش مشكل، حنا عارفين ان المشكل ما عندوش مع السن، وما باغينش يشببوا القطاع وما باغينش يجودوا الخدمه التعليميه، وانما هما كيضربوا يعني في العموميه ديال هذه الوظيفه هذه، في الجوهر ديال هذه الوظيفه اللي هي كتعتبر لنا مكتسب من المكتسبات ديال ابناء الشعب المغربي اللي ضحى عليها سنوات طوال وقدم عليها شهداء وقدم عليها مناضلين وقدم عليها تضحيات لجسام سواء الناس الطلبه والتلاميذ وعائلات ديالنا. هاد القرارات هذه ولا هاد الشروط هذه الشروط اللي تعجيزيه ولا شروط اللي تنقول اقصائيه هي كتمس لنا بالضروره الجامعه المغربيه وكتضرب لنا في هاد الجامعه هذه باش حنا حتى حنا كاملين نهزوا البيكان ديالنا ونهزوا الشواهد ديالنا ونخرجوا منها نمشيو للتكوينات المهنيه ونمشيو للكابلاج فين الناس كتضرب تمارا تما بدون وعي.